مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم بيبان الخير. وزي ما عودنا حضراتكم إن بيبان الخير هيكون دايما بإذن الله وش الخير، وإن احنا بنبحث عن أي بارقة ضوء خصوصا في ظل الأحداث اللي احنا بنعيشها دلوقتي. لفتت نظري الفترة الأخيرة، مش هقدر أقول ظاهرة، هقول أحداث فردية، لشباب زي الورد بيقدم على الانتحار. طب انت ايه اللي ضغطك؟ طب يا ترى كنت بتفكر في ايه؟ بنات وولاد وفي مراحل مختلفة. لسه امبارح قري عن طالبة ثانوي وطالب هندسة، طالبة طب. طب يا ترى ايه اللي وصلك للمرحلة دي؟ لا هنقول طبعا مفيش اي مبرر للانتحار، وعلمهم عند ربنا يا ترى ايه كم الضغوط اللي كانوا بيتعرضوا له. لكن يا ترى ايه، طب ايه المسؤوليات اللي وراك؟ ايه ده؟ طب ايه المشاكل، نوع المشاكل؟ طب انا ازاي اقدر اتغلب على ده؟ طب انا ازاي اقدر ابتدي بده واشوفه؟ يا ترى ده بيبقى تأثير من الاسرة، تأثير من المدرسة، من الصحاب، من المجتمع؟ يا ترى اللي اقدم على حاجة زي دي بيكون هو اصلا انسان منطوي؟ انا ما بحبش اتكلم عن السلبيات، لان حضراتكم عارفين سياسة برنامجنا. انا حبيت اتناول الموضوع بشكل ايجابي، واحسن اللي بيتكلم عن اي فئة اللي بيكون من قلب الفئة دي. انا النهاردة اخترت نموذج طالب في الصف الثاني الثانوي، اخترته معايا نموذج لانه لما هيتكلم للاعمار دي، للسن ده، ونناقشه. اسمحوا لي ارحب بضيفي وضيفكم، مش هقدر اقول استاذ، هو في سن ولادي، ولا بس هو بجد صغير سنا بس كبير مقامه. حضراتكم هتقدروا تحكموا معايا في الحلقه، في اخر الحلقه اعرفكم باحمد جمال، محمد جمال. ازيك يا محمد؟ معلش. الحمد لله، مرحبا بك. اخبارك ايه؟ الحمد لله، برحب أنا طبعا بسياده الضيوف والمتابعين المتفرجين حاليا على البرنامج. اتفضل. تمام، اعرفكم بنفسي. مين بقى محمد جمال؟ أنا محمد جمال محمود، طالب في مدرسة المجمع التعليمي الثانوي بالإسماعيلية، حاصل على الطالب المثالي على مستوى المدرسة سنتين متتاليين، أمين محافظتي الحمد لله، أمين اتحاد طلاب المحافظة، طبعا خاتم القرآن الكريم بتقدير امتياز، طبعا طالع ترتيب على مستوى المنطقة الشرقية في الخطابة وفصاحة المنطقة الشرقية تبع المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية. يعني أنت فايز في الخطابة في المملكة العربية السعودية؟ ترتيب. ترتيب على مستوى المنطقة الشرقية، منطقتنا بالكامل. طبعا بتضم قد ايه؟ تضم لا تضم محافظات كتيرة، تضم عدد من المحافظات، مش محافظة واحدة أو اتنين، بالمناطق اللي تبقى. الأعمار كانت مفتوحة ولا حضرتك طالع؟ لا طبعا التاني. دي مرحلة مرحلة معينة سنية معينة، مش كانت مفتوحة. اتفضل. طيب يا محمد، خطابة يعني احنا معانا دلوقتي ما شاء الله بالشهادات اللي إن شاء الله المخرج هيعرضها لنا، خطيب مفوه باذن الله. انت اكتشفت ده في نفسك من الصغر؟ لا طبعا. ولا يا ترى ده كان دور الاسره؟ احكي لي، احكي لي عن محمد وهو صغير الاول. طيب. طبعا هي قصه الطفوله ما كانتش لطيفه جدا، ممكن نقول من فتره مثلا كي جي ما كانتش لطيفه. ما كانتش لطيفه خالص، ما يعني كانت صعبه شويه لحد سن معين. لحد سن معين ليه؟ محمد جمال طبعا كان بيدخل الفصل، انا افتكر كنا في مبدا البنات، كان في حوالي 40 طالب وطالبه. كان محمد جمال ده على طول دايما بيقعد في اخر الفصل، كانوا مصريين ولا كانوا جنسيات متعدده؟ كان جنسيات متعدده، منهم اجانب ومنهم عرب، من كل جنسيات طبعا العالم، مش من جنسيه واحده بس. فكنت دايما بقعد في اخر الفصل، كنت منطوي عامه عن زمايلي، ما كنتش بتكلم يعني. المنطوي محمد جمال المنطوي وهو صغير معانا. شهادات وبتتعرض على الشاشه، اولا شهاده حفظ القران الكريم. صح. كمل يا محمد. وانت بتتكلم هتتعرض الشهادات بتاعتك. تمام. يعني يا ريت تبص معانا على الشاشه واشرح لنا الاول ايه الشهادات، عشان الناس تتخيل اللي وصل للكم ده من الشهادات كان طالب طفولته هو اختار لها لفظ حلو شويه، مش لطيف، يعني مش سعيد. لحد سن معين. لحد سن معين، وهنعرفه لحد سن كام وازاي قدر يحولها. اشرح لنا شهاداتك يا محمد. طبعا دي شهاده حفظ القران الكريم. دي كان في عمر كام سنه؟ دي طبعا كانت في ثالثه اعدادي. اوكي. في عمر ثالثه اعدادي.
الشهاده دي ما كانتش سهله المنال بجد. طبعا انت في قلب المملكه العربيه السعوديه. كانت محتاجه سهر، كانت محتاجه حفظ، كانت محتاجه مراجعه شديده جدا، دورات لازم احضرها، تجويد لازم اراجعه، اسناد لازم اكون فيه. فكانت شهاده صعبه المنال، ما كانتش شهاده سهله. ده اللي هي بقى ال 15 جزء. احنا الاول عرضنا القران كامل وده ال 15، يعني انت مريت بيها. مسابقات مريت بيها في المرحله، بس كنت بقى في المرحله اللي هي التحول. التحول احكي لنا الاول عن الطفوله، لان طيب. انا من نقطتك دي هتكلم على حاجه مهمه جدا. طيب تمام. لحد افتكر طبعا لحد سن الثالثه ابتدائي كنت دايما محمد جمال، هو محمد جمال المعروف، بيقعد في اخر الفصل. افتكر حتى كان في مدرسه كتبت لي لانها جيم في الكراسه، انا لسه فاكر خطها، لسه فاكر حتى رقم الصفحه اللي كتبتها فيها بالظبط. بس ساعتها طب انت ليه كنت منطوي؟ انت في مدرسه خاصه؟ بالظبط. ليه كنت منطوي؟ بالظبط ليه؟ لان انا كان معظم عديتي دايما في البيت مع مامتي او مع بابايا، فكنا دايما وقت معظم الوقت بقضيها مذاكره يا في البيت او حفظ قران. ما كنتش بخرج خالص بره البيت في الفتره اللي هي المرحله السنيه دي. طبعا لما بروح المدرسه التعدد الجنسيات عمل لي مشكله، ما قدرتش تتاقلم بسهوله. شويه اتكلم انجليزي، شويه اتكلم عربي، شويه اتكلم هندي، وشويه اتكلم سوري. ما هو في ناس معاكي وانت لسه صغيره، بتكتسبي خبرات وبتكتسبي لغات معينه. اتعرضت للتنمر يا محمد وانت صغير؟ لا ما كانش، لا كان صحابي كلهم محترمين، يعني كان ما اقدرش حتى ان انا اقول عليهم صحابي لان هم عدوا المرحله دي معايا، هم كانوا اخواتي. يعني عشره عمر 12 سنه بس حاجه بسيطه. بالظبط. حاجه كبيره جدا يعني. وانت مش كام 12 سنه يعني؟ يعني بالظبط. فحضرتك دلوقتي سن الرابعه ابتدائي هي اللي بدات فيها النهوض فعلا. من سن الرابعه ابتدائي قدرت فعلا ان انا اغير من نفسي. ازاي؟ من حد منطوي بالظبط انك تنمي نفسك في سن صغير. بالظبط. يعني طفل، انت ما زلت في سن الطفوله. اللي وجد الحاجه دي اللي حفزني ليها فعلا كان والدي، وكان طبعا برضو اسمح لي اوجه له التحيه، وطبعا للوالده ربنا يخليك، لان احنا في وقت دلوقتي اللي يربي ولد او بنت بالاخلاق اللي ان شاء الله شايفينها والساده المشاهدين هيشوفوها، يعني في ظل التحديات الرهيبه والتكنولوجيا والتطور الرهيب اللي احنا بنعيشه ده، يعني يستاهلوا الف الف تحيه. ربنا يخليك. حضرتك طبعا في سن الرابعه ابتدائي انا كنت لما نزلنا مصر في اجازات كنا بننزل كل سنتين شهر او شهرين على حسب. كنت بخاف انزل طبعا البحر، فبابايا اقترح عليا فكره في الاجازه، قال انا هوديك دوره سباحه عشان انمي فيك حاجتين، تتعود ان انت تكون اجتماعي مع الناس اللي حواليك وتكسر خوفك، وتكسر حاجز الخوف اللي عندك، مش تكهره، تكسره تماما، انت تكون فعلا راجل. بدايه بقى ان انا انمي فيك الفكر اللي يخليك انسان اجتماعي. فروحت الدوره وحصل هناك طبعا معايا موقف طريف جدا. كان في طبعا ثلاث درجات، ثلاث مستويات، مستوى الصغير، بعد كده مسبح الوسط، بعد كده مسبح العميق. فانا طبعا الدفعه بتاعتي كلها راحت وخلصت ودخلت على المسبح العميق في اول شهر. انا دنيت شهرين في المسبح الصغير خايف. وهي الدوره ثلاث شهور. هي الدوره كانت ثلاث شهور، انا دنيت شهرين هنا خايف جدا، مش ما كنتش مش قادر تتاقلم. مش قادر اتاقلم مع الوضع. لحد ما اخدت فعلا جرعه امل، جرعه زياده، بدات اغمض عيني واسبح، لقيت نفس الموضوع ماشي تمام. بدات اغمض عيني واغوص، لقيت الموضوع تمام. فجأة بدات من هنا تكسر. انا ليه حبيت اسال صح. جزء عن طفولتك. انا عايزه اقول ان مفيش حاجه، مفيش حاجه مستحيله، مفيش حاجه مستحيله. لسه في حاجات تانية كتيرة هنوضح فيها ان انا طفل صح. ومع ذلك في سن اربع، يعني في سنه رابعه، يعني 8-9 سنين حاولت اكون مفيش حاجه اخاف منها. صحيح. انا جايباك معايا النهارده يا محمد كنموذج. انا عايزه اشوف يا ترى في سنك انت ممكن تكون، وهنرجع تاني للطفوله، احنا هنخلي الحوار سجل بين، ممكن تكون قابلت حد نظرته سوداويه بدليل ان احنا لقينا طالبه، او زي ما انا قريت على الفيس طالبه تانية ثانوي انتحرت، يعني في نفس سنك. صحيح. في اقل من بالظبط اسبوع في اسوان، في اسيوط، في الجيزه، في تحت، وبيختاروا كمان موتات صعبه جدا. طبعا في الاخر النتيجه واحده، بس انا عايز اعرف انت هل قابلت نموذج زي ده وحاولت تقومه، او حاولت تتكلم معاه ولقيت الكلام جايب نتيجه بجد ولا لا؟ عشان من خلالك هوجه رساله. انا إيه لحد دلوقتي ما تعرضليش ان انا، او ما بصراحه يعني ما حصلليش الشرف ان انا اقابل حد
عايز يعمل حاجه زي ديت، لان انا لو كنت قابلته مش عايز حد لقيت نظرته مختلفة. ما هو محدش يقول لك انا عايز انتحر. هل مثلا اتناقشت مع حد من اصحابك ولقيت ان ممكن يكون متشائم شويه، حاسس انه مضغوط رغم سنه؟ بالعكس جدا، كلهم على فكره عندهم احلام عاليه جدا وامال عاليه جدا وهم عايزين يوصلوا. انا ما شفتش بصراحه حد خالص من صحابي كان انطوائي، او بالعكس انا بتعلم منهم في حته التحفيز وان هم يكونوا عايزين فعلا يعملوا مستقبلهم. انا بتعلم منهم فعلا في النقط دي، انا هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا، راسم خطه في كذا كذا، اعمل وضع ليا، اعمل كذا خطه بديله لو حصل معايا دروب اعرف اقوم بسرعه، ما اقعش واقوم وارجع تاني ازعل بقى واقول مفيش امل مفيش. لا، مفيش حاجه اسمها ياس، لازم احاول، لازم احاول جاهدا عشان اوصل. انا زي ما قلت انا بحكي القصه بتاعت طفولتي وانا بعايش الاحداث، يعني انا بحكي القصه وانا مش مجرد كلام حاطه في دماغي، لا انا مجرد انا عايش الحصه وعايش احداثها اللي كانت بتحصل معايا كانت عامله ازاي، بفتكر المواقف اللي بتحصل معايا. افتكر طبعا حضرتك قلت لي نرجع تاني للطفوله ولا نكمل؟ براحتك اتفضل. تمام. طبعا بعد اخر شهر بالظبط انا كسرت حاجز الخوف، بدات اخدها تدريجيا مش مره واحده، يعني غمضت عيني الاول وسبحت لقيت الكابتن بذات نفسه بيقول لي انقل على المستوى اللي بعد كده. نقلت على المستوى، ما كملتش اسبوع او اسبوعين ونقلت هنا مسبح العميق، كانوا هم بيعملوا مسابقات في الفتره الاخيره، ومن هنا بدات فعلا قصه محمد جمال. بمعنى ان انا لما عملوا المسابقه ديت كان طبعا هم بقالهم شهر كامل في المسبح العميق وانا كنت لسه جاي جديد عليهم، فعملوا مسابقه في السرعه يعني ريس وكده، انا فزت عليهم في حين انك كنت خايف. يعني اقدر اقول ان انا لما اتعرض لاي شيء انا خايف منه اواجهه طالما في امكاني ان انا اواجهه. انا بقولش مثلا انا اكون خايفه اعدي الطريق والطريق كله عربيات، لا اعدي. لا احنا بنقول خايفين من شيء، خايفين من مجهول، في حاجه معطلانا ان احنا نتقدم لقدام. صحيح. لا ده احنا نتعلم لها كويس قوي ونعديها، المهم ما نوصلش لمرحله الياس. الياس يعني انت متخيل مثلا لو انت كنت خفت او والدك ما شجعكش او زمايلك ما وقفوش جنبك، كنت تقدر تكسر حاجز الخوف ده؟ لا طبعا. او نختار اللفظ اللي انت اخترته، تقهره؟ لا مش هقدر، لازم تحفيز، لان طبعا برضو العامل الداخلي جوايا هياثر فيا وكل حاجه، بس بالذات التاثير الخارجي. ايوه بابايا جنبي، مامتي جنبي، اخواتي جنبي، اخويا طبعا نبيل، انا بقول اخواتي نسبه الى اصحابي. ما اقدرش ان انا اقول عليهم صحابي لان انا هتحاسب على كده، لان ديت هم فعلا مقامهم اعلى من كده عندي بكتير. في النقطه ديت علمتني حاجتين، ان انا اكون في موضع فوز، ان انا فزت على مجموعه ودي كانت اول مره تحصل في حياتي، ان انا اكسر حاجز الخوف. فده اللي انا اتعلمته في السباحه. معظم الناس بتيجي حاليا من طلاب واصدقاء وحتى موجهين بيسالوا انت ازاي وصلت للمرحله دي في الخطابه، دي كانت المرحله اللي جايه اللي انا احكيها دلوقتي. افتكر ان انا اول حديث ليا في الخطابه، اول مره اصلا اطلع في اذاعه عامه، كان الحديث حب لاخيك ما تحب لنفسك. انا طلعت اتلخبطت في الحديث، ما عرفتش اقوله. يعني انا واخد يعني فائز في المملكه العربيه السعوديه على منطقه بالكامل، بس عشان اعرفه من البدايه كانت ازاي والنهاية في الخطابة، وأول معنى كده وأول حديث طلعوا اتلخبط فيه، حديث حب الأخي كما تحب لنفسك، أربع كلمات اتلخبطت يعني فيه. وكنت إيه بقى؟ كنت سهران وعايز أقوله صح أول مرة. يعني لو حد ما عندوش إصرار أو حاجة والله ما أنا طالع تاني. لا وبالفعل يعني بعد ما شفت منظر الطلاب وهم بيضحكوا دوت، وقفت فعلا الإذاعة لمدة سنة ونص أو سنتين، لما بدأتش إذاعة تاني في ستة ابتدائي. في الفترة اللي زي ديت كنت أنا ما كنتش قوي قوي بين أصدقائي، كنت دايما بتعنف يعني بمعنى اصح، يعني كان ممكن ما شاركش معاهم في العاب الكوره، ما شاركش معاهم في الجري. بنشرف دلوقتي ان معانا دكتور خالد القبيسي وكيل وزاره التربيه والتعليم بمحافظه اسماعيليه. ازاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله. ازي حضرتك استاذ شيرين؟ انا بشكر حضرتك جدا جدا على استجابتك لمداخلتنا ونورت استوديو ببان الخير. فندم اهلا بيكي، وانا سعيد بالمداخله مع حضرتك ودايما موفقه باذن الله. يا دكتور انا شايفه التحديات اللي حضرتك بتقابلها وزملاء حضرتك، وكنت شرفت قبل كده ان كان معايا مداخله برضو استاذ سيد وكيل وزاره التربيه والتعليم في دمياط، وكنا بنتكلم عن حاجه شبيهه العنف. دلوقتي احنا بنتكلم ان احنا ممكن نلاقي طلبه في سن صغير بيبتدوا من ثانوي يبتدوا يفكروا في انتحار، مش هنقول ظاهرة، هنقول أحداث فردية، لأن الحمد لله
احنا ان شاء الله مش هنوصل ابدا لمرحله الظاهره. ممكن حضرتك كوكيل وزاره للتربيه والتعليم، وحضرتك قبل كده كنت ماسك منصب كويس جدا في الوزاره، ممكن نحارب ده ازاي؟ الاول احنا معانا محمد جمال يا فندم من اسماعيليه، وهو نموذج معانا مشرف وبيخاطب الطلاب اللي في نفس فئته. اولا برحب بمحمد، ومحمد امين اتحاد طلاب المرحله الثانويه بدمياط، طفل الاسماعيليه، وحد نموذج مشرف للشاب المصري المثقف الواعي اللي عنده رؤيه، وانا التقيت به بصراحه في حفله التنصيب. اتمنى له كل الخير والتوفيق في حياته الشخصيه والعلميه ان شاء الله، واكيد اكيد هيكون عنده الجديد اللي هيتكلم مع زمايله الطلاب او الشباب في الفتره اللي هيقضيها مع حضرتك في البرنامج. وعدتهم نفس الوعد بتاع السنه اللي فاتت يا دكتور، وكان عن نفسي وعد انا كنت سعيده بيه جدا، لان ما كنتش اتخيل ان انا اسمعه من وكيل وزاره، لان انا كنت من زمان مش قوي يعني كنت برضو كامين اتحاد طلاب، وكان نفسي يتعرض علينا عرض زي ده، ان حضرتك قلت لهم ان انتوا هيبقوا ليكوا يوم في الشهر تيجوا تديروا فيه المديريه. تمام. على فكره حضرتك نفذته فعلا يا فندم، السنه اللي فاتت نفذناه، وهذا العام ان شاء الله ان شاء الله امين الاتحاد هيمارس اليوم عندي في المكتب، والامين المساعد هيمارس الدور مع السيد وكيل المديريه، وان شاء الله ليهم برنامج تدريبي زي السنه اللي فاتت بالظبط، 5 ايام هنجيب لهم خبراء في التخصص ازاي ننمي عندهم القياده، وازاي يكون جيل يبص لبكره برؤيه بكره الافضل والاحسن. جزء ان ازاي الطالب يلجا يركز في الدراسه في الحياه ويبعد عن سلوك العنف او التطرف او حته ان يؤذي نفسه. انا مش عايز اقول الانتحار اذا كان حصل موقف او اتنين عندنا، احنا بنقول سلوك فردي. هي ظاهره فرديه وبتيجي كل فترات في المجتمع العربي بصفه عامه يعني، ولكن ممكن يكون دوافعها، انا برضو الدكتوره بتاعت علم نفس، يعني التركيز مع الذات اكتر. عشان كده يا فندم انا كنت حريصه ان حضرتك بالذات تكون معانا النهارده، حتى لو بمداخله لحد ان شاء الله ما نشرف بحضرتك هنا على الهواء زي ما حضرتك وعدنا. يسعدني يا فندم ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. ان دايما وابدا ان اللي بيفكر في اذيه نفسه سواء رجل شاب او راجل كبير او صغير، يبقى تركيزه حوالين الفكره اللي بتدور حوالين دماغه بدرجه عاليه قوي، وفي كل الاحوال ما بيفكرش في ايجابيات وسلبيات الموقف اللي هياخده. وهيأثر على مين؟ يعني هل هو خالص بس فرد واحد اللي بيتأذى بالموضوع ده؟ استاذه شيرين، الانسان اللي بيقدم على ان هو يسوق عربيه، مش هقول لك ينتحر، يسوق عربية ويتجاوز السرعات المقررة، يعني نقول يمشي على 140 و160 و180، بيبقى الحالة النفسية بتاعته مش سليمة أو متزنة بنسبة 100%. لأن هو لو فكر إن أنا مثلا الحد الأقصى للسرعة 120، طب أنا لو جريت 140 160، طيب لا قدر الله في أي لحظة حصل حاجة في مكنة العربية أو في الكاوتش بتاع العربية أو موقف طارئ على الطريق غصب عني، خطأ غير، إيه الفرص المتاحة عندي عشان أتلافى سلبيات العربية أو اللي قدامي؟ الكلام ده لو فكر فيه مش هيوصل للسرعة، تجاوز السرعات. زي بالظبط الولد اللي بيفكر في أذية نفسه، لو فكر في سلبيات وإيجابيات الموقف أكيد مش هيقدم إن هو يأذي نفسه. مش هيقدم على حاجة زي دي. دور المدرسة بقى إيه يا دكتور خالد؟ أو الدور، بص يا فندم، إحنا عندنا بفضل الله في تعليم الإسماعيلية عاملين خطوات جادة وحقيقية علشان نخلي الوقت للطالب يفكر في الإيجابيات في الحياة، الرؤية الإيجابية. ده أنت مقبل على الحياة، ده أنت أمل مصر زي ما بيقولوا. بالظبط، تعالي بقى نشوف نعمل إيه علشان نجذب الولد يفكر في الأنشطة. أنا دايما وأبدا بقول إن الأنشطة هي السبيل الوحيد إن الولد يتعلم، الولد يروح المدرسة وهو مبسوط. وأنا أفتكر كده إن من كام سنة اولادي وانا شخصيا كنت اصحى الصبح من غير ما حد يكلمني، واولادي يصحوا الصبح من غير ما حد يصحيهم، يوم ما يكون عنده حصه تربيه رياضيه يجري على المدرسه ويلبس وعارف ان النهارده في نشاط رياضي. واحنا عارفين ان النشاط ده اندثر في مدارس كتير قوي في مصر. هو ما نقدرش نقول اندثر، ولكن بامانه خليني برضو واضح مع حضرتك،
أنا عندي إمكانيات متاحة داخل مجتمع المدرسة عشان أمارس فيها، يعني أنا عايز ملعب، عايز كور، عايز حد متخصص اللي هو مدرس التربية الرياضية، عايز حد يكفي كل طاقة طب الطلبة ويا لما بروح فندم المدرسة. اللي ده مش موجود في مدرسته يتواصل مع حضرتك او يتواصل مع الاتحاد بتاعه او يعمل ايه؟ أنا مبدئيا صفحة العلاقات العامة لمدرسة التربية والتعليم بالإسماعيلية مفتوحة لكل الفئات، طالب، ولي أمر، مهتم، مسؤول، أي حد يدخل يتواصل. اللي فرصته كويسة ويقدر يشرفنا في المديرية في أي وقت أهلا بيه، ولكن أطمن حضرتك إن إحنا عندنا خطة عامة لتوجيه التربية الرياضية وزيها للتربية الموسيقية والتربية الفنية واتحاد والمكتبات الطلبة والمناظرة والصحة واتحاد الطلبة. الخطط دي يعني أنا مش عايز أقول غير وأطمن ولي الأمر إن إحنا السنة اللي فاتت واخدين أكتر من الرقم اللي هقول لحضرتك 86 جايزة على مستوى الجمهورية في الأنشطة. 86 جايزة، 86 جايزة على مستوى الجمهورية وإن شاء الله المراكز محمد الأولى. ومجلس الاتحاد اللي معاه يورينا نشاطه برضه وتواصله ويكون بإذن الله داعم مع حضرتك. حضرتك لو سألت محمد أول حاجة في مناقشتي معاهم قلت لهم اللقاء القادم إن شاء الله خطتكم والخطة الحقيقية، عايز أنشطة تعبر عن طلبة اتحاد طلاب الإسماعيلية، الخطة دي تلائم احتياجاتنا. أحس اسمح لي إن دي حضرتك ادعوني مع اتفضل حضرتك في اليوم ده ونبقى مع حضرتك في اليوم ده بالكامل إن شاء الله تنورين وتشرفين وتدعوا بالكامل، من يعني ان احنا يمكن طبعا تكون تجربتنا ان شاء الله محافظات تانية تستفيد منها. بإذن الله تعالى يوم عرض الخطة الخاصة بالاتحاد الدعوة موجهة لحضرتك وتشرفين، وبإذن الله بإذن الله هنشوف خطة تلبي احتياجات وطموحات طلاب تعليم الإسماعيلية هذا العام بإذن الله. ورينا شطارتك بقى يا محمد، بإذن الله انت معاك بجد والله ما مجاملة، معاك وكيل وزارة فكره متفتح جدا جدا، انا قابلته معاه مهتم، عارف يعني ايه صحيح نشاط طلابي ويعني ايه اتحاد طلبة، ودي ميزة مش موجودة في ناس كتير فعلا، فده يبقى من حظكم. يا فعلا واسمح لي اشكرك يا دكتور خالد بجد العفو على مداخلتك معانا، لكن ما كانش ينفع نكون بنناقش حاجة زي دي النهاردة وحضرتك ما تكونش موجود معانا، وان شاء الله على لقاء قريب جدا. واسمح لي برضه اوجه تحياتي للجهاز الاعلامي عند حضرتك وجهاز العلاقات العامه لتواصلهم المستمر، شكرا ليكي وده ان دل على شيء يدل على قياده واعيه. ربنا يعزك وشكرا لحضرتك استاذ، تحياتي لحضرتك يا فندم. دلوقتي احنا كملنا حلقه الوصل على قد ما نقدر، تمام، انت جانب، انت والمجموعه اللي معاك الجانب اللي بيخص الطلاب، ومعانا وكيل الوزاره، وزي ما احنا عارفين ان مصر دلوقتي بتتوجه للا مركزيه، صحيح، يعني وكيل الوزاره في محافظته ووزير في محافظته. عاوزاك على قد ما تقدر يا محمد تهتم بالطلبه، تسمعهم مش في مدرستك او المجمع بتاعك بس، لا انا عايزاك تروح كمان، يعني يمكن انت مجمع تعليمي في حاجه فيها خاصه شويه، لا انا عايزاك تروح للقرى والقرى الاكثر احتياجا والقرى الاكثر فقرا، في حين على فكره لا الاكتئاب مرتبط بمرحلة سنية صحيح. ولا بمادية. أنا عايز أعرف لو أنت يا محمد بتعمل لقاء في مدرسة، تمام، إيه أكتر حاجة هتكون حريص إنك تقولها أول حاجة في لقائك؟ طبعا أول حاجة أنا بكون حريص إن أعضاء مكتبي يكونوا كاملين بالكامل، يكون عدد كامل بالكامل. ليه؟ احنا في اتحادات الطلاب من اهم المهارات اللي احنا بنتعلم بيها الانضباط، سواء الانضباط النفسي او الانضباط المجتمعي او الانضباط في حياته الشخصيه، معنى ان هو يحضر الاجتماع في الوقت المعين يبقى هو كده بيقفز فعلا الامام. تاني نص حاجه الطريق، انا لو ملتزم في مواعيدي هكون ملتزم في كل حاجه بعد كده. تاني حاجه بهتم فيها ان الكلام اللي احنا نقوله جوه الاجتماع يتم تنفيذه بالكامل، وبكون عجباني حاطط قوي دي ليه يا محمد. لا ما انا يعني مش مهم تكتر، انا النهارده ما احضر الاجتماع بتاعي، صح، مش مهم يكون 10 نقط، لو هيكون نقطه نقطتين بس ننفذها، انفذها، ما اعملش اجتماع تاني صحيح غير وانا منفذ دي، صحيح فعلا. بنكون طبعا في الاجتماع دوت انا ممكن احط نقطه معينه، بس احط للنقطه ديت اكتر من 5 6 افكار، ان لو ما حصلتش بالطريقه المعينه يبقى في طريقه ثانيه، يبقى في طريقه ثالثه،
بحيث ان انا اضمن بنسبه 100% ان الموضوع دوت او المشروع دوت ينجح بنسبه 100% في المدرسه، ان ما نقصرش فيه باي جانب من الطرق، بحيث لما نعرض الامر على وكيل وزاره او لما نعرض الامر على اي مؤسسه تعليميه او وزير يكون فعلا الامر ايه جاهز بنسبه 100%، مش فيه اي عيوب، مش فيه اي نقص. لو محتاج صور نزود صور، لو محتاج فيديوهات نحط فيديوهات، لو محتاج تعاون طلبه محتاج تجارب عمليه. فاحنا بنحاول ان احنا ننقي المواضيع المؤثره فعلا. ايه اول موضوع هتكون حريص تفتحه؟ اول موضوع طبعا هكون حريص افتحه واللي انا بحبه عامه، يعني ان احنا نعمل زيارات لمدارس اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه. برافو عليك. ليه؟ انا معظم الناس ليهم طبعا اصدقاء في مدارس المحافظه عندنا، مدرسه كذا او مدرسه كذا او مدرسه كذا، عايزين نعمل زياره محمد لمدرسه كذا او كذا او كذا. قلت لهم يا جماعه الناس دول زينا، يعني بالزبط. بيسمعوا بيشوفوا بيتكلموا زينا، زينا كمان زينا. بدليل ان معظم الميداليات والجوائز اللي بتاخدها مصر بتكون مراحل متقدمه جدا. صحيح. مش هنقول بقى ذوي احتياج، لا ده ذوي قدرات خاصه. صح. فدلوقتي انا قلت لهم دلوقتي لما احنا نزور المدارس اللي زي دي تخيلوا فرحتهم هتبقى عامله ازاي، فرحتهم هتضرب في السماء. احنا مهتمين بيكم انتوا. هيبقوا على عكس قلت لهم احنا ممكن نعمل نزور مدرستين او ثلاثه من ذوي الاحتياجات الخاصه ونزور مدرسه واحده بس من المدرسه العاديه اللي زي حالاتنا. فدي نقطه فعلا انا يعني. ولو عايز نصيحه مني برضو اتواصل مع الاخصائيين الاجتماعيين. يعني لو عايز تعمل اجتماع اتواصل مع الاخصائي الاجتماعي او الاخصائي النفسي وشوف اكتر الحالات اللي بتعاني. ليه؟ لان انا كمدرسه او كام او كمسؤوله هاجي اكلم طالب هيبص لي كده انت ايه اللي حسسك بينا؟ هو حضرتك احنا انت نفس سننا؟ صح. ولا عارفه احنا بنعاني من ايه ولا عارفه مشاكلنا. صحيح. زي ما احنا كنا صغيرين ونبص لاهالينا ومدرسينا ان هم فوادي واحنا فوادي، ولا كان معانا محامير ولا كان معانا لاب ولا كان معانا حاجه، ما بالكوا دلوقتي. فانت لما تخاطب الطالب، عشان كده انا كنت حريصه على فكره انت تعد اصغر وجهه مشرفه معايا في البرنامج سنا طبعا، لكن انا شايفاك حد كبير مقام ما شاء الله عليك. ناقش دول عشان يعني اعرف من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، ومعاك وكيل وزاره متفتح جدا هيسمعوا منك. صحيح. عشان كده انا كنت حريصه تكون معايا النهارده عشان برضو يسمعوا منك. بص حضرتك انا عامه احنا بنتعامل جوه الاتحاد مش كاخصائي اجتماعي او كاعضاء في المكتب او امين او امين مساعد. انا واحد من الناس لما بكون قائد في منظومه معينه بتخذ الكل كاننا عائله واحده، يعني كاننا ماشيين كلنا مع بعض، كلنا بنكمل بعض. في طبعا جروب للمدرسه للاتحادات الطلابيه طبعا. في جروب للمحافظه. انا عامل لكل فرع جروب، يعني الثقافه والديني ليها جروب، الجانب العلمي ليه جروب، كل حته ليها جروب، وبنسمع افكار الجميع وبنعرض الافكار دي على الموجهين بالفعل، وبنحط خطه لكل فرع من الفروع دي. بس انا لما بحب اتعامل بتعامل كاننا عيله واحده، ما بتعاملش كاننا يعني. مفاجاه دلوقتي استاذ احمد عوده. ايوه يا فندم، السلام عليكم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. طبعا احنا عندنا معانا طالب حضرتك المثالي وامين المجمع، معانا استاذ احمد عوده مدير من المجمع التعليمي السنوي. انا مدير الثانوي المجمع. ما انا لسه بقول للتعليم الثانوي. نورتنا يا فندم. الله يخليك يا فندم، الله يخليك يبارك فيك. الله يخليك. واحنا كان لسه معانا قبل حضرتك دكتور خالد وكيل الوزاره، وكان بيشيد بالنشاط وبيشيد بمحمد معانا، واسمح لي احيي حضرتك على حسن اختيار المدرسة للطالب المثالي. هو محمد جمال عند حضرتك مش كده؟ يا فندم. محمد جمال من الطلبة. رحب طيب بمدير المدرسة الأول. بص يا حضرتك مستر أحمد عوده، أولاً أنا مش بعتبره كأنه يعني هو لسه بيقول لي أبويا يا أستاذ أحمد. مستر أحمد عوده أنا بعتبره كأنه والدي بالظبط. كان بيعتبرني كأننا والدي. هو مستر أحمد عوده عامة بيعامل الطلاب عنده في المدرسة مش كأنهم مجرد طلاب أو لأ، هو بيعاملهم كأنهم أولاده فعلاً. أنا واحد من الناس، انا لحد دلوقتي عمره المستر احمد عوده ما رفض لي طلب، يعني قلت له مستر احنا عايزين نعمل كذا، حاضر، عايزين نعمل كذا، ماشي، عايزين نعمل كذا، وفعلا بيكلم ناس وبيتصل وبيعمل اتصالاته. فهو فعلا انا اشكره لانه هو انا واحد من الناس اتمنى له كل خير. مستر احمد عوده من الشخصيات القياديه اللي عمري ما شفتها في حياتي. استاذ احمد. ايوه يا فندم. انا حلقتي النهارده بتكلم ان ازاي طالب ممكن يكون في سن الثانوي، وحضرتك لاحظت معانا بعض الظواهر الفرديه اللي كانت ظهرت الفترة اللي فاتت عن انتحار ناس شباب في سن الورد، منهم آخر حاجة أنا سمعها طالبة ثانوي تانية ثانوي.
حضرتك متواصل، ومن اللي انا شايفاه ده اكيد انا عارفه الاجابه، مع الاخصائيين النفسيين اللي عند حضرتك، مع الاخصائيين الاجتماعيين، بتشوفوا يا ترى لو في طالب بيعاني من حاجه او لا، ممكن تتواصلوا مع محمد او الفريق اللي معاه يكون معاكم في حل المشكله دي او لا؟ والله يا فندم اقول لحضرتك حاجه، الحاجات دي تبقى حساسه شويه. محمد جمال اولا من الناس المحترمه جدا اخلاقيا وعلميا. فعلا. حقيقي يعني، مش عشان هو قاعد معاك او هو طالب عندي. وراجل اللي حافظ القران، ويعني مش عايز تسكيته على الله يعني. طالب محترم، بكلمه محترم بكل الفروع بتاعتها. اتفضل. لكن حكايه ان انا اشرك محمد، انا بشرك محمد فعلا. بشركه في الفصل بتاعه، هو امين الفصل وامين المدرسه. ما بيجي يعرض عليا حاجه عامه واخليه يتصرف فيها. اقول له اتصرف يا محمد، اعمل كذا وكذا وكذا وتصرف فيها، ان انا واثق فيك. اتفضل. لكن بالنسبه للاخصائيين، انا عندي حضرتك ما تنسيش، انا عندي يعتبر اربع مدارس. يعني فعلا. السنه دي يعتبر اربع مدارس في مبنى واحد. عندي حضرتك بنين وبنات، وعندي لغات وعربي. فعندي اخصائيه نفسيه، وعندي اخصائي نفسي، وعندي اخصائي اجتماعي، واخصائيه اجتماعيه. عشان حضرتك مشترك، مدرسه مشتركه. لا الحمد لله، الحمد لله. بالناس اللي شغاله معايا، بالمدرسين، بالاخصائيين، بالعمال، باداره المجمع بتوفر لي انا عايزه حقيقي يعني. انا اقصد اقول يا فندم، اما حضرتك تشركوا يعني، هل مثلا ممكن تيجي من غير طبعا اي ذكر اي حاجه، تيجي اخصائيه مثلا نفسيه وتقول لحضرتك انا حاسه ان الطالبه الفلانيه عندها مشكله، هل حضرتك ممكن تتابع المشكله؟ اه طبعا. اه ويتابعوا الظروف في البيت؟ لا لا لا. بجيبها يا فندم، بجيب البنت فعلا، وبقفل الباب عندي، وبقعد معاه الاخصائيه النفسيه، او لو ولد بقعد انا هو لوحدينا وبتكلم معاه واقول له انا والدك يا ابني، قول لي. وممكن اتصل بوالده او بوالدته، فانت قصدي، واحاول ازلل النقط دي. ما هو ده اول الطريق يا فندم، هو لو لقى حد يسمعه بجد. احطهم على بدايه ان الولاد ده محتاج عنايه معينه، وحصلت معايا كذا موقف. بس خلي بالك، اتفضل. المفروض ان المدير ده مش مدير بس بتاع اوامر، لا، اب، زي ما محمد عرف حضرتك بالظبط. ما انا بقول لحضرتك لازم يكون اب، والمدرس نفس الشيء. صحيح. المدرس اللي واقف دوت، لو واقف ان هو اب او واقفه ان هي ام، ما يحسبك ان هو هيأثر في الطلبه كلهم. ده فعلا يا فندم، انا ما كنت بقول على اشراف محمد، وانا حبيت يكون محمد ضيفي النهارده علشان يخاطب نفس فئه، نفس سنه، علشان ما حدش يقول يا جماعه انتوا بتتكلموا انتوا مش حاسين بينا. أيوة. اديني جبت لكم اللي من نفس العمر. عمليه الانتحار دي برضو توقف صعبه جدا، انت بتدمر اسره وبتدمر اصدقائك. بس هي فيها سبب رئيسي. اتفضل يا فندم. السبب الرئيسي هي البعد عن الدين. صحيح. صحيح. البعد عن الدين، سواء مسلم سواء مسيحي. لا لا لا، هقول لك حاجه، هو الديانه الاسلاميه او الديانه المسيحيه، وحتى الديانه اليهوديه، اساسياتها كلها واحده. فعلا. احترام الانسان، انت فاهمه؟ احترام الروح اللي ربنا يعني خلقها. اساسياتها كلها واحده، كلها نازله عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن انا ما بتكلمش على الدين الاسلامي بس، بتكلم على كله. ولو الطلبه يعني عندهم مزيد من الدين، فانت قصدي، عمره ابدا ما هيروح ينتحر. عمره. لكن هي عندنا في نواقص، وده برضو السبب الاساسي ليه برضو البيت. سيبك من المدرسه، البيت. ما هي يا فندم تربيه وتعليم. عنده 16 سنه. طبعا. لا لا، البيت، البيت الاول. البيت طبعا، لان هو انت انا البيت انا اللي بخرج لك الطالب ده. الله. الله ينور عليك. البيت هو السبب الرئيسي. البيت بيربي كويس ويعلمه الحلال والحرام، وده لا او ده خلاص. كل مدرسة دورها مكمل، بنتواصل مع بعض. مش اعمل اجتماع اولياء امور او جمعية عمومية لاولياء الامور، الاقي مدرسة مثلا قوامها 1000 طالب يجي لي 5 6 اولياء امور. انت بتقولي حضرتك كده، انا عامل السنة اللي فاتت في الصيف اجتماع اولياء امور، عشان كان في عندي مشاكل في المبنى الجديد بتاع المدرسة، اللي جالي واحد ابو محمد جمال. واحد. ما هو ده دل على شيء. يعني هقول لك على حاجة، انا رئيسة مجلس امنا في مدرسة ولادي، وعلى كم شغلي ما ينفعش يكون في اجتماع ما اروحش. لا لا، انا امال انا اعرض مشاكل ولادي امتى؟ اسمع مشاكلهم امتى؟ تاني اسبوع وزعت على الطلبه بنين وبنات ورق ان انا عامل جمعيه عموميه مع مجلس الامنا، ماشي، اللي جم ثلاثه. وبعد كده نرجع نشتكي ان احنا مش عارفين ولادنا. لا لا لا، ما بقولك بصي، هي الحياه واخده الناس. بس يا فندم، ابني ابنك وما تبنيش لابنك. انت بتشتغل عشان ابنك في الاخر. ما هم ما بيفهموش كده. هو فاكر ان الفلوس والشغل، فانت قصدي، هو ده بيبني. لا،
بالعكس بالعكس، انا ممكن اسيب لابني اخلاق، اسيب له علم، ابني فانتازي اسمعه اربيه اقومه، ده لا وده صح وده غلط، بس ما فيش من دول، الناس كلها تلي ورا الفلوس. يعني واحد عندك مثلا بيسافر بره عشان يشتغل بره، يقعد بره 20 سنه ماشي، كل سنه بيرجع يقعد شهرين معاه له غريب، غريب في البيت، عايز يلبي لهم كل طلباتهم علشان في الاخر انا بيقول لك انا جاي اجازه مش هزعلهم مني. ايوه انا ماشي، ما انا بقول لحضرتك طب وده ينفع؟ لا ما ينفعش، هو البيت ما ينفعش غير بالتربيه حضرتك، حد يقول له لا ده صح ده غلط. اكم اسر فقيره جدا ماديا عند مرحله معينه، دور الام برضو ما بتقدرش تحكم في عيالها في المرحله الثانويه، بيبتدي دور الاب الفتره الاولانيه دي ماشي، الام بتتحكم ومش عارف يخاف منها، لما الطالب بيوصل الثانوي او والله من الاعدادي يا فندم. ايوه بقول لك ما ثالثه اعدادي او الثانوي حضرتك خلاص محتاج الاب مش محتاج الام، عادي يخاف من حد، فدي برضو مشكله يعني، ربنا يهدي كله يا رب. هو انا سعيده جدا بوجود حضرتك معانا النهارده، وده كان حرص محمد ان حضرتك تكون موجود معانا النهارده، وطالما هو بيكن لحضرتك كل الاحترام والتقدير ده يبقى اكيد حضرتك عرفت توصل له او توصل للطلبه كلهم، بدليل ان هو كان حريص انه ما ينفعش يكون في حلقه زي دي وحضرتك مش ضيف معانا حتى لو بمداخله. صحيح. الله يخليك يا فندم، انا سعيد جدا في المداخله، ومحمد برضو انا بقول لك محمد من الطلبه عندي يعني المعدودين على مستوى الاسماعيليه مش على مستوى مدرستي بس، ناس اخلاق ومتدين وشاطر. احنا بنشكر حضرتك جدا يا فندم، التشكيله دي جايه ليا اليومين دول. احنا بنشكر حضرتك جدا ونورتنا في بيبان الخير. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك، شكرا ليك. زي ما قال لنا استاذ احمد يا جماعه فعلا احنا عارفين مطحنه الحياه، مش هقول دوامه الحياه، وعارفين الظروف الاقتصاديه اللي بقت كل البيوت بتمر بيها مع مختلف طبقاتها ومختلف دخلها، لان المستلزمات زادت والالتزامات زادت لكن الدخل ما زادش، فايا كان دخلك انت كنت عامل حسابك على ده عارفين، بس في حاجه ما ننساهاش، احنا بنعمل ده كله عشان ولادنا، عشان ولادنا، ما ينفعش في وسط الدوامه دي ننسى ولادنا اللي احنا بنعمل لهم ده. ما انا لو ابني جراله حاجه، لو ابني اتلم على شله سوء، لو ابني اتلم على اصحاب مش كويسين، انا ضيعت كل اللي عملته. صحيح. طب انا عارفه يا محمد انك حافظ القران وكله بيشهد لك بالدين والخلق، يا ترى انت بتنتمي لحزب معين لشكل معين؟ لان في ناس كتير بتخلط بين اللي حافظ قران ومتدين وبين اتجاهاته. لا بصي حضرتك، انا واحد من الناس طبعا ما بنتميش خالص لاي حزب من الاحزاب او اي جماعه من الجماعات خالص خالص، ماليش في الكلام ده ولا حتى الولد عندي، يعني احنا كده ايه مع نفسينا، احنا بنتعلم الدين وبنحفظ القران، ده لاخلاقنا وللي حوالينا بالظبط، لكن لا نفرض على اللي قدامي شيء ولا انا انصب نفسي عليهم حاجه. لا ما هو احنا بنتعامل عادي جدا وكاننا انسان ناس عاديين جدا، ما فيش باش بنتعامل اي بتعصب لفلان او فلان، لا انا انسان عادي ماشي صح، طالما انا ماشي حاطط خطه لنفسي صح، ما باذيش حد، بنفع كل اللي حواليا، كل اللي حواليا حابيني، يبقى انا كده ماشي تمام، مش بيهمني بقى ان انا اكون مع فلان او فلان، لا ما بيهمنيش خالص الكلام ده، طول ما انا ماشي صح عارف ان انا ماشي على قيم ومبادئ صحيحه دينيه صحيحه تمام، مفيش اي مشكله. انا شايفه ما شاء الله كله اجمع ان انا عرفت اختار ضيفي النهارده صح. تمام. طيب يا محمد، انا هنقول انت الحمد لله ما قابلتش حد لسه، طب لو قابلت حد بيقول لك انا الدنيا سودة قوي، ايه ممكن اكتر حاجه تقولها له وتقدر تقنعه بيها وتقدر تقول له لا ده في امل؟ ايه تمام. ايه اللي ممكن، الايه اللي تستحضرك، الحديث، بيت الشعر، ايه الطريقه اللي انا هو جيت اعتبرني من سنك وجيت قلت لك يا محمد هو انت يا اخي بتضحك ازاي، ده الدنيا ما فيهاش حاجه حلوه. تمام. بص حضرتك، انا طبعا هقول كلمه في الاخر، بس محمد جمال ما كانش محمد جمال اللي هو عليه الان امين محافظه الا لما مر باختبارات كتيره، مر بمواقف كتيره. انا وانت بتقول محمد جمال دي بحس ان محمد جمال ده عنده 50 سنه. لا لا لا. حضرتك طبعا ممكن برضو معظم المشاهدين ما يعرفوش ان انا رياضي، انا بمارس رياضات كتيره جدا، منها رياضات دفاع عن النفس، منها رياضات جماعيه، منها رياضات فرديه، لعبت كره قدم لفتره طويله. ما كنتش بس في الجانب الديني او في الجانب العلمي فقط، لا
انت نميت كل النواحي، نميت كل وفي كل. وبرضه اسمح لي اوجه التحيه لوالد حضرتك ووالدتك. ربنا يخليك. هو حضرتك انا لما حبيت ان انا اطور في نفسي ما حاولتش ان انا اطور في جانب وانسى الجانب الثاني، لا. المؤمن القوي خير احب الى الله من المؤمن الضعيف. بالظبط. بس مش المعنى ان المؤمن القوي قوي بنيان، لا، قوي في كل المقاييس، علميا، دينيا، رياضيا، يكون شغال، يكون فعلا انسان نافع في المجتمع. وفي كل حاجه من دولت مريت ولقيت ناس تدلني فعلا امشي واعمل كذا، روح اتمرن، روح العب رياضه، ما حدش منعك، ما حدش عامل لك حاجه، روح احفظ قران، روح خد دروس براحتك زي ما انت عايز، بس اهم حاجه يكون في نتيجه، يكون في محصول فعلا في الاخر. طبعا احب ان انا اوجه رساله للناس اللي هي بتعاني من ضائقة الانتحار او بلاش الانتحار، هنقول بنوجه رسالة لأي حد عنده نظرة تشاؤمية. تمام. في الحالة دي انا طبعا مش هتكلم باللغة العامية، هتكلم بالعربية، وهزر طبعا الوجه الخطابة. اخ الحبيب، لا تقلق، فإنه إن كان الله معك فمن عليك، وإن كان عليك فمن معك. إذا نلت محبة الله ماذا فقدت؟ لم تفقد شيئا. وإذا غابت عنك محبة الله ماذا وجدت؟ لن تجد شيئا. فمن الخصائص والثمار والآثار التي تجعل وتجعلك إلى محبة الله، تقربك إلى محبة الله، هذه لا تعد ولا تحصى. فمنها مثلا إذا أحبك الله وضعك في قلوب الخلق، وإذا وضعك الخلق في قلوبهم فهذا كنز، وهذا رأس مال لا يقدر بثمن، لا يقدر بثمن. ففي هذه الحالة لن تشعر بضائقة في نفسك، لأنك سوف ترى أن معظم الناس يستمرون في السؤال عنك، معرفة أخبارك، فلن تشعر أنك في ضائقة أو لن تراودك هذه الأفكار. والسبب الآخر ألا وهو الحكمة، ومن يؤتى الحكمة كما قال الله جل وعلا، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأحب أيضا أن أوجه رسالة للجانب الآخر حتى لا يقتصر الكلام على الشباب فقط. مين الجانب الآخر؟ النساء. النساء في هذه المرحلة السنية، أحب أن أقول لك أن الله جل وعلا قد ذكركن في سورة يوسف، حيث أنه قال والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ففي هذه الآية وصف المرأة بالشمس. 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 والرجل هو مصدر انعكاس لهذا الشمس ألا وهو القمر. ثواني دي يعني. نعم. الشمس والقمر المقصود هنا إن الشمس. نعم. المرأة. نعم. والرجل هو مصدر انعكاس. عارفين إن القمر هو اللي بيعكس. نعم. ده في ده في التفسير. فحينما ننظر إليك أنت أساس العقيدة، أنت من تربين الأجيال. إذا لم تكوني أنت لديك القدرة، لديك الإيمان، لديك الشغف، لديك الطموح في أن تكوني قائدة في يوم من الأيام أو شيئا مشهورا نقتدي به، فلماذا أنت مرأة؟ أنت لديك حققي في المجتمع كما ينبغي. هو أنا هقطعك ونكمل. نعم. بس أنا معايا مفاجأة ليك، أنا هشوفك هتعرفه من صوته ولا لا. ألو؟ ألو؟ طب انت عرفت الصوت ولا لسه؟ طبعا. طب ما تقول اي حاجه. طيب انا ممكن اقول اسمك على طول. طب رحب بضيفنا من الاول. رحب بضيف حلقتنا النهارده. انا عايز اعرف هشوفه هيعرف صوتك ولا لا. ايه يا ابو جمال؟ حبيبي. حبيبي. معانا مازن صديق محمد. صديق المفضل هنا في مصر. اتفضل يا ابو جمال. يا ترى يا مازن محمد كان ليه حاجه، يعني انا هسال نفس السؤال لمحمد على فكره، أثر فيك فعلا؟ يعني زي ما كلنا عارفين سيد الخلق أجمعين قال إن المرأة على دين خليله فلينظر أحدكم من يصح. خاتم القرآن على فكرة. ومازن كمان خاتم القرآن. طب أنتوا الاثنين خاتمين القرآن يا مازن. طب يا ترى أنت استفدت من محمد في حاجة؟ في حاجة كانت عندك حسيت إن محمد كملها لك؟ طبعا طبعا. محمد جمال انا يعني كشخص بعتبره اخويا الكبير، راجل الحمد لله ذا علم وذا خلق على راسي من فوق. انا الحمد لله كنت هو اللي معلمني مقام الحجاز، وهو اللي كان بيتمم معايا عشان الختمه، راجل فوق دماغي وليه كل الشكر انه حبيبي محمد جمال واخويا الكبير. انت من محافظه ايه يا مازن؟ معايا في الاسماعيليه. من الاسماعيليه برضه، يعني انت كمان كنت بتبقى حريص ان هو ما يكون داخل مسابقه
تكون معاه ونقول بتعلموا بعض. ولسه في مسابقات جايه كتير مازن هيدخل فيها في القران الكريم، عاملين برضه مسابقه مشرفين فيها على مستوى الاداره. طب انت اتعلمت ايه من مازن؟ والله مازن علمني حاجات كتيره جدا، منها نقطه الاجتماعيات. يعني كملتوا بعض؟ اه كملنا بعض، هو انا كملته في نقاط معينه وهو كمل لي في نقاط معينه. ايه اللي مازن متميز بيه في الاجتماعيات؟ ايه اكتر حاجه بتفتكرها له؟ بص مازن حضرتك انت معانا يا مازن؟ اتفضل. يعني سامع محمد؟ ماشي. طبعا من النقاط اللي مازن متميز فيها جدا انه متحدث لبق في الكلام، ما بيخافش من حاجه، عنده الجرأه ان هو يقول كل حاجه، يعني ما بيخافش من ان هو يقول نقطه معينه، لا هو راجل فعلا ما بيخافش بقى ان انا اقول النقطه دي ممكن اتحاسب عليها او لا، هو راجل بيقول اللي جوه قلبه، راجل واثق من الكلام اللي هو بيقوله، عارف بيقول ايه، عارفه بيقوله امتى صح. فانا راجل فعلا انا اخده معايا عامه مازن في معظم اجتماعاتي. يعني انت هو علمك مقامات واضاف لك في الجانب الديني والمسابقات بتاعتك، وانت اضفت له في الجانب الاجتماعي. اجتماعيا انا بشكرك جدا يا مازن، ونفسي الاصحاب كلهم يبقوا كده. انت مصدق ان احنا قربنا خلاص على الساعه؟ انا عايزاك بقى تقول لي خطبه صغيره قوي كده، لان انا بجد مش مصدقه ان الساعه، انا المخرج بيقول لي في التلفزيون ان الساعه خلصت، انا بصيت في ساعتي فعلا لقيتها خلصت، بس انا مش هينفع اختم من غير ما اسمع حاجه انت بتوجهها للشباب باسلوبك اللي انت خدت فيه التاني على المنطقه الشرقيه كلها في المملكه العربيه السعوديه. اتفضل. طيب حضرتك احنا ممكن نقول طبعا في النقطه دي احنا قلنا معظم جزء من الخطبه عامه، ولكن قطعناها عشان خاطر الاتصال، فهنكمل تاني، هنكمل تاني. بما أننا قد وصلنا إلى نقطة المرأة وأنها هي الأساس في العقيدة، أي أنها تكمل المجتمع، ليس الرجل فحسب هو الذي يكمل المجتمع، بل أيضا المرأة لها دور فعال، لأن المرأة هي التي تبني الأجيال وهي التي تحقق الأحلام. أيضا أريد أن أوجه رسالة، إذا كنت أنت أخي الحبيب في ضائقة في نفسك، أو إذا كنت تعاني من فرص العمل أن تكون نادرة، أو إذا كنت مثلا دخلك ضعيف، دخلك ليس بالقوي لكي تتأقلم مع الظروف، أحب أن أقول لك أن العلاج لهذا هو في التقرب إلى الله. لا أقول لك أن تصلي في المسجد بانتظام أو لأن يمكن أن يكون لديك أشغال كثيرة، أشغال مثل الدوام أو غير ذلك من الأشياء أو العمل عامة، ولكن أقول لك أن تتقرب إلى الله بكل المقاييس، ليس من جانب واحد فقط. وأيضا من الأسباب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الإيمان الصبر والسماحة. وأيضا أضيف إلى هذه نقطة بسيطة ألا وهي القناعة، وكما قال الشاعر اسمع جيدا لي وأنصت، دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب لنفسك إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا وسيمتك السماحة والوفاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت وملك الدنيا سواء، خذ من وقوعك عبرة ودروسا، واجعل طموحك للعلا معكوسا، لا تجعل الأمس الحزين محطة يبكيك بين خطى الشقاء عبوسا، اقلب صحائفك القديمة كي ترى فجرا جديدا ضاحكا وشموسا. أنا بشكرك جدا يا محمد، وبوجه رسالة لكل اللي بيشوفنا، وياريت المخرج قبل ما نختم يطلع أرقامنا على الشاشة أو يتواصلوا معنا من خلال صفحة برنامجنا على الفيس، برنامج ببان الخير. اللي عنده أي قصة انكسار وقدر يحولها لنجاح، اللي محتاج أي مساعدة نفسية يتصل بينا، وزي ما احنا شايفين ان طول ما احنا عايشين في امل وفي نماذج مشرفة، وانا سعيدة جدا بلقائي بحضراتكم، واظن حضراتكم دلوقتي قدرتوا تحكموا انا ليه اخترت محمد جمال يكون ضيفي النهاردة. اشوفكم الحلقة الجاية.